يا مساء الخيرات، يا رب يوم جميل سعيد عليكم جميعا. وحشتوني جدا جدا، اجازه طويله كنا بنحتفل اكيد كلنا بال11. كنا محتاجين ناخد بريك، نقف على رجلينا تاني بعد الاسترس الفظيع اللي كنا عايشين فيه الفتره الاخيره. ورجعت لكم تاني باخبار النادي الاهلي. بس قبل ما اتكلم على الاخبار اللي عندي، عايزه اقول ان انا مش هتكلم على الصفقات خالص، لا موليكا ولا غير موليكا ولا أي حد، ولا عمر كمال ولا غيره. ليه بقى؟ لأن الفترة دي هي فترة رومرز، يعني دايما تلاقي الناس بتتكلم بشكل فيه عشوائية وفيه مبالغة، وفي حد يحط لك 10-11 اسم ويقول لك دول احتمالات، وبالأخير لما يجي واحد يقول لك اكسكلوسيف والحصريات والانفرادات والكلام الفاضي ده اللي أنا ما بحبوش خالص. وانس ان أنا يكون عندي خبر من داخل نادي الأهلي، عارفة ان ده فعلا لاعب موجود ووقع وهيبقى ان شاء الله موجود معنا السيزن اللي جاي، هتلاقوني بتكلم معاكم. غير كده انا مش هتكلم عن الصفقات، اعذروني. طيب، عايز اتكلم على قصه الشناوي والاوفر اللي جاي للشناوي، علشان شفت كلام كتير غريب جدا على السوشيال ميديا دلوقتي بيتقال بخصوص الشناوي والشحات بالتحديد. الاثنين دول الكلام كتر قوي عنه. في اوفر للشناوي، في كبير، كبير جدا. طيب، اللاعب موافق بنسبة ما، اللاعب عايز يطلع، عايز يأمن مستقبله من السيزن الماضي، وهو كان نفسه انه يعمل كده، ولكن قالك مصلحة الفريق قبل مصلحتي الشخصية وكمل. وده كان حاجة يعني بصراحة ريسبكت للشناوي. ولكن لو الشناوي خرج دلوقتي، طبعا في البرومو بتاع الحلقة بتاعت يعقوب السعدي اللي هتتعرض بكرة ان شاء الله، هنعرف الإجابة وهنعرف الرد على القصة دي. غالبا هيكون في إجابة عن التساؤلات الناس. اللي أنا عايزة أتكلم عليه هو إن في هجوم غريب جداً على الشناوي، وبعض الناس اللي خدت الوي بتاعت لأ وإنت تترك الفريق وإنت مصلحة الفريق وكلام غريب جداً. يا جماعة، هو اللاعب مش صغير بالسن. إن كيس إن الشناوي قرر إن هو يروح يشوف بقى مستقبله بالاحتراف، لأن هو لاعب يعني زي ما قلت مش صغير، فده هو لا يلام خالص، يعني حاجة ما تزعلناش أبداً. اللاعب لا خدعنا ولا غشنا ولا راح مضى ولا راح ولا اي حاجه خالص، ولا سابنا بنص السيزن ولا عمل اي مشكله. بالعكس، احنا بسم الله ما شاء الله بطولات حدث ولا حرج. الدوري خلاص فاضل لك 5 ماتشات وتبقى اخدته، وان شاء الله هو اتحسم كده كده يعني. ولكن ان انت تتكلم بالطريقه دي وتفضل طول الوقت بتقول اللعيبه ما ينفعش تخرج من الفريق وتطلع الاحتراف، اعتقد دي تفكير بشكل غريب جدا. كل التوفيق للشناوي لو كمل معانا، يعني ابننا وحبيبنا وهيفضل حبيبنا، ولو خرج للاعاره او كمل بالاحتراف او فكر بالاحتراف هو برضو ابننا وحبيبنا وهيفضل طول الوقت طول الوقت هو شنه، ومفيش اي حاجه تتغير جوانا. قصه الشحات هي بنفس الكلام. الناس اللي بتقول ان الشحات عايز يمشي وعامل مشكلة، لا، هو الشحات مش عامل مشكلة. الشحات هو معترض على شيء واحد بس، هو القصة بتاعت نسب المشاركة ما اكتر، يعني ما تكلمش باي شيء تاني. لا بيقول انا عايز 50 مليون ولا عايز 60 مليون ولا الارقام الغريبة جدا الخزعبلية اللي النادي الاهلي ما بيدفعهاش لاي حد اصلا. فالكلام مش حقيقي ومش منطقي. هو بس الديبيشن كان بالجزئية بتاعت نسبة المشاركة، وإن شاء الله محلولة. برضو بنفس الطريقة هو الأوفر اللي جاي له القطري كبير جدا، في ناس بتقول 2 مليون، في ناس بتقول في أوفر تاني أكبر. الحقيقة فين دلوقتي أنا برضو مش قادرة أقول لكم عليها يقينا، لأنها مش موجودة عندي، كلها أيام وكل شيء هيبان. أنا بس الكونسرن الوحيد اللي عندي على قصة الشحات إن كان في مماطلة طويلة جدا، وكان في تأجيل طويل جدا. كان مفترض إن اللاعب يمضي قبل الفترة، كان مفترض إن أنت تجدد له قبل الفترة، ولكن قصة التأخير اللي بتحصل، يعني مش عارفة الديلي ده بيحصل ليه. احيانا كده يبقى في لعيبه مفترض ان انت تجدد لها، بعد كده لو حبيت بقى تطلع اعاره او هتبيع او ايا كان، تبقى اللعيبه دي اوريدي اللعيبه بتاعتك، فبالتالي انت هتعرف تستفيد منها وقت خروجها. فده بس الكونسرن الوحيد اللي عندي بقصه حسين الشحات. اما بالنسبه لقصه حمدي فتحي فهي خلاص محسومه، مفيش فيها مشكله. وخلي بالك حمدي فتحي، انت عندك اكتر من لاعب ممكن يعوض غيابه. قصة انك تطلع ديانج وحمدي فتحي الاثنين بنفس الوقت ما اعتقدش ان هي هتبقى تصرف حكيم، ولكن احنا مستنيين وهنشوف. الناس اللي بتقول لك بقى ده انت احمد عبد القادر ماشي وقفشه ماشي وبلا بلا بلا، فخلينا
نقول ان نادي الاهلي عمره ما بيفرغ الفريق بالشكل ده. ما ينفعش ان انت تطلع من القوام الاساسي بتاع الفرقه بتاعتك 4-5 لعيبه حتى لو انت بموسم انتقالات، وهتجيب لعيبه سوبر. حتى لو هتجيب لعيبه سوبر مش شرط ان اللاعب ده يكون ناجح عندك، وشفنا اكتر من اسم كان سوبر مع الفريق بتاعه ولما جه النادي الاهلي ما قدرش يلبس التيشيرت بتاعه وكان تقيل جدا عليه وما نجحش مع النادي. فبالتالي قصه انك تطلع كل العدد ده من اللعيبه مش حقيقيه، الايام الجايه هتبين، فخلونا نستنى ونشوف. عايز اقول ان في خطوه مهمه جدا انا كنت شايفه ان هي لازم تحصل والحمد لله ان هي حصلت، قصه الحظر الاعلامي على لاعبي النادي الاهلي قبل مباراه الحرس. ده كان مهم جدا علشان المبالغه بالاحتفالات والمبالغه بالتواصل على السوشيال ميديا والسفر هنا وهنا، لعيبه انضمت لمنتخب ولعيبه سافرت ولعيبه بتحتفل كل يوم، ده خرج اللعيبه تماما بره الاجواء. فبالتالي اللعيبه دي لما تحب تخليها يعني تبقى واقفه على رجلها تاني بارض الملعب لازم ان هي تبقى ايزوليتد تماما. وما ينفعش اللي كان بيحصل، باي ذا واي الحلقه بتاعت الشناوي مسجله علشان في ناس بكره هتطلع وتقول لك ده في حظر والشناوي طلع، فانا فاهمه الجو ده، حبيت بس منشن النقطه دي علشان ما حدش يطلع يهبل. ان شاء الله يبقى في استعداد كبير جدا للمباريات المتبقيه للنادي الاهلي. مباراه الحرس هتكون يوم الخميس يوم 22 ان شاء الله، هيبقى فاضل لك الاسماعيلي وفيوتشر والبنك والاتحاد، 5 مباريات وتحسم الدوري وتاخد درع الدوري. كل التوفيق للعيبه النادي الاهلي. طيب على ذكر قفشه خليني اقول لكم على خبر غريب جدا ومضحك جدا بالنسبه لي، يعني انا يعني تجاهلته قبل بس دلوقتي لازم امنشن اللقطه دي. على لسان عامر حسين بيقول ان هو جات له رساله او جاله جواب من الفيفا بيقول له يجب التحقيق في الشكوى المقدمه ضد اللاعب قفشه او محمد مجدي قفشه على غرار الاحتفال. فاكرين الاحتفال بتاع اللي الناس قال لك احتفال هتلر وكلام عبيط كده؟ فالموضوع بالنسبه لي غريب جدا والتايمينج اغرب، يعني فاهم انت تلاقي فجاه بعد الهنا بسنه حد طالع يكلمك على احتفال على لاعب، يعني مش تقليل منه ولا حاجة، بس انت لو قلت له مين هتلر هيقول لك كما هتلر مين يا عم الحاج. الأغرب بالنسبة لي مش في التوقيت وبس، أنا الأغرب بالنسبة لي الناس اللي طلعت بتمنشن نخلي بالنا ولعبتنا تخلي بالها وما ينفعش كده وما ينفعش نجيب لنفسنا المشاكل. يعني لاعب بيحتفل بيعمل تعظيم سلام ببساطة شديدة لوالده اللي موجود بالمدرجات، ما عملش حاجة غريبة، يعني هو لا هتلر ولا متلر، الراجل ما عرفش أي حاجة أصلا. فبالتالي إن أنا أقعد أرغي بالقصة وأخدها لسكة تانية خالص وأقول لك لعيبة تاخد بالها، لا، من باب أولى يا حبيبي تتكلم لعيبة الزمالك اللي كانت بتعمل حركات بسم الله ما شاء الله، يعني ما بتتعرضش أصلا على الشاشات، بتتعرض في حتة تانية أكيد كلكم عارفينها. فانت ما ينفعش تيجي تتجاهل، شفتوا التلعثم ده، تتجاهل اللقطه دي وتيجي تكلمني على لاعب بيحيي باباه، يعني اللاعب بيعمل تعظيم سلام بيعمل تحيه لوالده، وتيجي تكلمني وتتغاضى عن لاعب تاني عمل حركه غير لائقه وغير مهذبه وغير محترمه، يعني والله العظيم واحد مش عارف يقول ايه، واتذاعت وكل الناس شافتها وكل الناس اتكلمت عليها الا انتوا، يعني الا انتوا يا بتوع المبادئ، يعني اجيب لك سطر الجلاليب ولا خليني ساكته. طبعا عامر حسين دايما بينجح ان هو يبهرني بقرارات غريبه عجيبه مريبه، يعني قرارات اتحاد الكره الغريبه جدا. قبل ما اكلمكم على القرارات كنت عايزه اقول ان خلي بالنا ان المنوط باتخاذ القرار بشان قفشه هو اتحاد الكوره، يعني مفترض ان هو ينظر بالشكوى ويحقق بالقصه ويشوف كان غرضه ايه وهو اللي ياخد القرار بشان اللاعب محمد مجدي قفشه. طيب الراجل عامر حسين ده قال لك حاجه جميله جدا، قال لك ان السيزون اللي جاي القايمه بتاعت الفرق هتكون 30 لاعب في ظل انت كنادي اهلي بتلعب بكل البطولات، لا بتلعب ايه، بتنافس على كل البطولات. لما تبقى انت بتنافس على كل البطولات محليه وافريقيه ويجي بقى يقول لك هم 30 لاعب شاكب راكب وانت بقى ايه، شوف يا باشا هتمشي امورك ازاي، تحس ان هم كده ايه، يعني بيبقوا بياخدوا القرارات وهم قاعدين في الباسروم، ما تفهمش القرار ده بيطلع بناء على ايه، يعني انت عندك خليتهم 35 بعد كده خليتهم 30، طب بناء على ايه انت خدت القرار ده، او بناء على ايه انتوا بتفكروا بالقرار العجيب الخزعبلي ده، يعني لمصلحه مين بالظبط؟ المضرور من القرار ده اكيد الفرق اللي بتشارك بمعظم البطولات، وطبعا انا مش هقول فرق لان هو فريق واحد، كل الفرق بتطلع حصالات وبتخرج من البطولات وباخرها بيبقى دوري وتروح تنافس على رابطه كاس الرابطه، والنادي الاهلي هو اللي بيبقى بينافس على كل البطولات، فدي ازمه كبيره جدا. يا ريت يبقى فيه تدخل ويا ريت يبقى فيه مناقشه للقرار ده لان فعلا هو قرار
يعني عجيب جدا، خليني احاول احافظ على الالفاظ، هو فعلا قرار عجيب جدا. يعني معظم الاخبار مرتبطه ببعضها على الرغم انها ملهاش علاقه خالص. يعني لما اجي اكلمكم على مندي الجول كيبر بتاع تشيلسي، ان هو رايح اهلي جده، يعني بص حاول تربط معايا الكلام، وتلاقي ان في مفاوضات جاده جدا مع رياض محرز، وتلاقي خليل زياش رايح النصر، خليدو كوليبالي رايح الهلال، طبعا دي كلها مفاوضات مفيش حاجه جاده الا مندي هو بس اللي اتحسمت خلاص، ونقولوا كانتي في كلام على الاتحاد. انت واخد بالك انا بقول لك ايه؟ يعني بص الناس دي بتشتغل ازاي واحنا بنشتغل ازاي. الناس دي بتحاول ان هي تعلي من شأن الدوري السعودي اللي بالفعل بقى من اقوى الدوريات دلوقتي، وانت عايز تخلي الدوري بتاعك الفرق بتاعتك القائمه بتاعتهم 30 لاعب علشان على نص السيزون تبقى اللعيبه كلها شحرت وجابت جاز وتخرج من البطولات، فيعني حاجه غريبه جدا. تعالى برضو اكلمك على حاجه تانية، الاتحاد والعرقله لكل ما هو اهلاوي. يعني أنا مش عايز أقول النجمة الصاعدة لأنها معجزة، يعني معجزة بما تحمله الكلمة من معنى. هنا جودة اللي كانت مفترض يعني بتمثل مصر، يا جماعة هنا جودة بتمثل مصر، البنت معجزة بجد، إن أنت تحاول توقفها وتطلع لها حاجات من تحت الأرض علشان ما تبقاش موجودة في بطولة إفريقيا لتنس الطاولة، والبنت تعترض تقول أنا مش هروح من غير المدرب بتاعي أو المدرب الخاص بتاعي، وأنت تقول لها بالسلامة. فدي حاجة والله العظيم بجد، لما بعد كده الناس دي بتروح تتجنس، والناس دي بتلعب باسم دول أخرى، ما حدش يرجع يعيط، ما حدش يرجع يقول دول خونة، ما حدش يرجع يقول أصل وأصل وإحنا عملنا وهم كان عليهم ديننا 2 جنيه وربع فخدنا كل الفلوس، وكلام عبيط بيتقال. ما ترجعوش تشتكوا، لأن ببساطة شديدة أنتوا بتطفشوا كل حد ناجح، كل موهبة ناجحة موجودة انتوا بتكرهوها بالبلد وبتكرهوها باليوم اللي فكرت تلعب باسم بلدها فيه. شوفوا الناس بره بتعمل ايه، وكم التسهيلات وكم يعني الوقفة والمساندة للعيبة، وتعالى شوف انت الاتحاد بتاعك بكل اللعبات بيحاول يقف ضدك ازاي. خليني بعد كل السلبية دي اوريكو النقطة المضيئة، او اختم الحلقة بالحتة الحلوة، الحتة الحلوة اللي دايما مفرحانا ودايما رفع راس مصر، الأهلي والأول إفريقيا طبعا، ده حاجة مفروغ منها. وطبقا لتصنيف الفيفا فالأهلي الخامس عالميا، النادي الأهلي المصري الخامس عالميا بعد ريال مدريد، فلامينجو، مانشستر سيتي وبنفيكا، يجي النادي الأهلي. الأهلي مع الكبار، الأهلي سابق ناس كتيرة جدا، أسماء بأوروبا كبيرة وعظيمة بكرة القدم، الأهلي بالمرتبة الخامسة، واخد بالك، ب228 نقطة. تعالى كده شوف اللي بعده، تعالى جيب لك اللي بعده على طول، الزمالك بعده على طول بسم الله ما شاء الله بالمرتبة 47، افرح يا زمالك انت بالمرتبة 47. وعزيزي الودادي لن انساك، عشان اللي انتوا عملتوه ما كانش قليل، فانا دايما مش هنساك، كل ما هتيجي حاجة حلوة كده هقول لك، عشان انت كنت بتقول ان الماتش ما كانش فير واحنا العيوطة، فانا حابة اقول لك ان العيوطة الخامس عالميا وانت الـ30 عالميا ودمتم. دي كانت موضوعات حلقتي اليوم، اشوفكم على خير، ثانك يو.